برحب بحضراتكم مره ثانيه. يمكن منذ قليل انتهت مباراه ارسنال وليستر سيتي بفوز ارسنال 4-3. يمكن ليستر سيتي كان متغلب او كان متقدم على ارسنال بثلاث اهداف مقابل هدفين، ولكن طبعا تحول او الارسنال بيتحول للهجوم القوي زي ما بقول لكم كده، دوري قوي جدا، دوري كامل عدد زي المرحوم كابتن حماده امام كان بيتكلم على الدوري الانجليزي. انا قلت لكم لما انا بقول النتيجه 2-2 ان ممكن الشوط الثاني يبقى فيه اربع تجوان او ثلاث تجوان زيهم، فبالتالي صح يعني حصل ما توقعته، فوز ارسنال 4-3 على ليستر سيتي. وطبعا نجمنا نجم مصر محمد النني بيكون عمل اسيست في الهدف الثاني، فبالتالي مبروك لمحمد بفوزه مع الارسنال بنتيجه هذا اللقاء. كابتن طبعا سمير كمونه وكابتن رضا شحاته نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي بيشرفوني النهارده، هنتكلم يعني على النادي الاهلي والقائمه الافريقيه ودخول بعض الصفقات الجديده داخل هذه القائمه، وايضا توقعاتهم للمباراه القادمه وسير المباراه القادمه في نهائي كاس مصر امام المصري. كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا. كابتن سمير كمونه برحب بيك. برحب بيك يا فاروق، منور وموفق ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن رضا شحاته طبعا نجم مصر نجم النادي الاهلي برحب بيك. حبيبي يا كابتن كمونه. كابتن كمونه كابتن فاروق. طيب خليني ابتدي بالميركاتو الاهلي، واكيد لما نيجي بنتكلم على القائمة الأفريقية فدخول لعيبة مهمين. أعتقد أن كابتن حسام البدري لما بيجي بيختار اللاعبين المميزين اللي محتاجهم في الفترة القادمة خصوصا في مباراة الترجي، اختار وليد أزارو، أحمد الشيخ، وهشام محمد، هم الثلاثي اللي تم اختيارهم للقائمة الأفريقية. كابتن سمير رأيك في الجزئية دي؟ يمكن بعض الناس كانت بتطالب بلاعب في خط الدفاع، نتيجة طبعا الفترة السابقة كان عندنا مشكلة في الجزئية دي. انت طبعا داخل امام مباراة قوية وفريق قوي، فريق الترجي في بطولة افريقيا. هو طبعا القائمة الافريقية كان من حقك ان انت تأيد ثلاث لعيبة جدد. طبعا الكابتن حسام البدري قدر ان هو يستفيد من الصفقات الجديدة ان هي تدعم بعض اللعيبة وبعض المراكز، زي هشام محمد القادم من المقصة وابن النادي الاهلي، نفس الشيء الشيخ كان في المقصة معار ورجع تاني النادي الاهلي، وليد ازارو من اللعيبة الممتازة اللعيب المغربي، الفيرود اللي احنا كنا محتاجينه بقالنا فتره، سرعه خالد بيبو لقيناها موجوده، راجل هداف، راجل بيلعب بدماغه، من اللعيبه المميزه. ثلاث لعيبه الحقيقه يمكن احنا عندنا اسلام محارب، بس اسلام محارب يعني بره القائمه لانه كان شارك مع سموحه في بطوله افريقيا. اسلام محارب طبعا جاي من سموحه وابن النادي الاهلي برضو، انما عايز اقول لك الكابتن حسام خد الثلاث لعيبه دول او اختار الثلاث لعيبه على حسب احتياجاته للمراكز. دي برضو نقطة مهمة جدا. ايه بقى كابتن يعني انت من وجهة نظرك، انت عندك دلوقتي ازارو مكان كولوبالي، ده رقم واحد. تمام، عندك مسلم بيه يعني بالظبط. هنحط واحد مكان واحد. هنحط هشام محمد مكان حسام غالي اللي هو رحل الى نادي النصر، تمنى له التوفيق، نجم كبير وعمل تاريخ كبير النادي الاهلي، ودي رغبته ان هو يمشي والنادي الاهلي وافق عليها. يبقى هشام مكان حسام غالي، كولوبالي ازارو مكان كولوبالي، وعندك احمد حجازي طبعا كنا عايزين له بديل سوبر، انما النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ما يعني ما لقاش بمعنى اصح اللاعب البديل ان هو يخش مكان حجازي، فاضطر ان هو يدخل. سؤال هنا كابتن الشيخ مكان النادي الاهلي. طبعا انا كنت بتكلم في الانترو بتاعي على جزئيه النادي الاهلي مش اي لعيب ممكن يجيبه، يعني خصوصا في مراكز حساسه زي السيرد باك والفراود، يعني اي لاعب، مش عايز اتكلم في كل المراكز، ليه مواصفات معينه. الدوري المصري هل في يعني بعض اللاعبين اللي كانوا ممكن يبقوا موجودين في النادي الاهلي في الفتره دي، او يبقى في صفقه تبقى موجوده في النادي الاهلي؟ هو في ثلاث لعيبه انا كنت مرشحهم في المكان دوت طبعا، ودي وجهه نظري. كان في محمود متولي النادي الاسماعيلي، لعيب كويس جدا ولعيب عنده ثبات وقوي بيلعب دماغه كويس، وفي محمود علاء نادي الزمالك، دجله راح الزمالك امبارح بمبلغ ضخم، وكان في دودار كان مرشح انما راح الوحدات الاردني، ده اللي انا سمعته النهارده اخر حاجه. دول كانوا الثلاث لعيبه، او يمكن كان ليهم رابع محمود عز. مواصفاتهم مواصفات اهلي؟ فيهم اثنين مواصفات اهلي، في محمود علاء وكان محمود متولي، لعيبه كويسه جدا ويعني تقال في الملعب، تقدر انت تستفيد منهم. وكان في محمود عزك كمان موجود في سموحه، لعيب تقيل، كان من ضمن اللعيبه المرشحه، عنده اطوال كويسه وبنيانه قوي ويقدر يتعامل في الكرات العاليه كويس. وطبعا لما بيخش مع النادي الاهلي طبعا اكيد مستواه بيرتقي ويقدر ان هو النادي الاهلي يستفيد منه. هي دي يعني هم دول الثلاث لعيبه او الاربع لعيبه اللي كان هم دول يعني زي ما بنقول البضاعه اللي مطروحه في السوق.
فكابتن حسام اتزنق داخل على بطوله عربيه وبعد كده كاس مصر وعنده مباراه المصري وبعد كده عنده مباراه الترجي يوم 9. صحيح. فكل ده وقت هو مستعجل، وبعض الاماكن زي مكان حسام غالي حط هشام محمد مكانه، وكلوبالي حط مكانه ازارو، والشيخ طبعا بالاضافه للنواحي الهجوميه يقدر يعتمد عليه في 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 حاجات كتير قوي. بس كابتن احنا ما اتكلمتش انت على اي لاعب من الخارج، انا عمرها ما نجحت اي لاعب محترف يبقى موجود في المركز السيرد باك تقريبا. النادي الاهلي عمره ما جاب او جرب الجزئيه دي تماما. في قلب الدفاع لا، لكن عمل تجربه ناحيه الشمال جيلبرتو. لا ناحيه الشمال ما احنا وعندنا يعني علي معلول. جيلبرتو وعلي معلول ودول نجحوا بشكل كبير. قلب الدفاع كانش ما فيش عندنا ما كانش طول عمرنا نص ملعب موجود، طرف شمال موجود. ما هي دي الميزه بقى. ما هي دي الميزه في النادي الاهلي، الاثنين مساكين. يعني لما كنت بلعب انا وكابتن محمد يوسف في منتخب مصر وفي النادي الاهلي كان عندنا مثلا الحديدي مثلا والمشير، الاربعه دول ولاد النادي، ما كانش في حد. بعد كده ابتدى وائل جمعه وشادي، بعد كده عماد النحاس، وبعد كده وائل جمعه، وبعد كده لعبوا مع بعض احمد السيد، كل ده ابناء النادي واللعيبه اللي متواجده داخل النادي. اقول لك مركز كمان ما كانش بينجح فيه اي لاعب محترف، مركز السر الحراسة المرمى. لو تفتكر تبان سوتو تبان سوتو مع النادي الاهلي، ولكن طبعا كلهم دايما تلاقيهم من اولاد النادي الاهلي. ما انت كان عندك مين يا كابتن فاروق؟ كان عندك كابتن شوبير وعندك عصام الحضري وكان عندك خالد مصطفى ساعتها، وكان عندك طارق سليمان وامير، وعندك احمد فوزي، كل دي كانت اجوان. وبعدين عندك خبره وعندك شباب. لما الخبره ابتدت تبطل بقيت تلعب الشباب وتستفيد منهم بشكل كويس جدا، وده ميزه النادي الاهلي لما بيعتمد على الخبرات فتره طويله بيبقى محضر البديل. يعني طول عمره بيبقى محضر البديل ان هو يبقى في الصوره ويعمل تاريخ زي اللي قبله عمله. فطبعا بتبقى منظومه ناجحه، عشان كده بيقدروا يظبطوا الحته دي كويس. طيب كابتن رضا، يعني نفس السؤال تقريبا عن الصفقات الجديده ودخولها في القائمه الافريقيه، وكابتن حسام كان اتكلم على جزئيه ان ما فيش تم استخدام لاعب لمركز قلب الدفاع، وان هو بيتكلم كابتن حسام ان هيحاول يلاقي البديل ويبتدي يشتغل على الجزئيه دي من خلال طبعا احمد فتحي ومحمد هاني. يمكن جزئيه اللي هي قلب الدفاع دي احنا عندنا مشكله فيها، ان احنا هنا في مصر اللعيبه اللي موجودين في مصر كلهم من خلال متابعتنا ليهم ما وصلوش بنسبه عاليه ان انت تقدر تقول ان انا ده لازم اخلصه في النادي الاهلي، او ده اللي هينفع مكان حجازي في الوقت الحالي. هو شايفين ان احنا كل الناس اللي موجوده احتماليه نجاحهم في النادي الاهلي كبيره، احتماليه نجاح، مش لعيب فارض نفسه على الدوري او فارض نفسه على النادي الاهلي. في لعيب بيبقى فارض نفسه ان انت لازم تجيبه او لازم يخلص بمعنى اصح. لسه انا مش حاسس ده في اللعيبه اللي موجوده. يمكن بنتكلم على الفترات اللي قبل كده، النادي الاهلي دايما قلب الدفاع كان فيه دايما وفره من اللعيبه النجوم اللي قاعدين بره اقوى من اللي جوه، يعني عندك عدد هنا كبير. الفتره دي عندنا مشكله ان حجازي ما بقاش موجود، فبدا يبقى عندك مشكله في المكان ده، لان المكان ده خلي بالك اصاباته كتيره. فلازم تجيب واحد. اقل كام واحد يا كابتن لازم يبقى موجود في قلب الدفاع؟ كم عدد اللاعبين المفروض يبقى معاك؟ يعني انا عايز كمان اثنين لعيبه اقوياء. يعني انت بتتكلم في سته ولا يعني لو من خمسه لست لاعبين؟ خمسه يعني خمسه يبقى كويس. انا بتكلم ان انت يعني اكيد قطاع الناشئين فيه لعيبه، يعني اسمع في بيكهام او في حد في القطاع الناشئين ممكن ياخد شويه الفتره اللي جايه. لازم يبقى لعيب من بره مميز قوي يدخل في النادي الاهلي في المكان ده، لان المراكز دي حساسه. المجموعه اللي في محمد حسين عضل بس تقريبا مصاب كابتن رضا تقريبا. هو عضل بيلعب باك رايت اكتر وبيخش بس هو مشكلته ان هو برده مش طويل القامه يعني. انت الماتش الجاي كمان هي دي المشكله، ماتش الترجي بيعتمد على الكرات العاليه، فانت عايز واحد زي كان احمد حجازي. عندك رامي ربيعه وسعد سمير بيتعاملوا معاه بشكل. المشكله كلها ان انت لما بتجيب بديل بتقارنه باللي كان موجود قبله، فبقت دي ازمه. يعني وائل جمعه، يعني لما وائل جمعه بطل فالمجموعه اللي دخلت بعد وائل كانت عامله مشكله، يعني عارف اللي هو على ما خد وقت سعد سمير وربيعه والمجموعه دي خدت وقت على ما اثبتت ان هي تبقى متواجده او ليها مكان في النادي الاهلي بعد تعب. فعشان تجيب حد مكان حجازي لازم يبقى حد اقوى من حجازي او زي حجازي. فحاليا في الدوري انا شايف ان اللعيبه كلها مميزه، الاسماء كلها اللي اتطرحت، ولكن مش هيبقوا زي حجازي في الوقت الحالي. فكابتن حسام بيدور اكيد على بديل في المكان ده، ولكن الوقت الحالي لا يسمح.
الثلاثه اللي موجودين في موجودين في القائمه ثلاثه هايلين وهيفيدوا نادي الاهلي في الاماكن بتاعتهم. هشام محمد طبعا كابتن كمونه قال مكان حسام غالي، واحمد الشيخ لاعب مؤثر جدا في السنه السيزون اللي فات وازاره محتاجينه في راس حربه، فالثلاثه مهمين جدا. في كلام يعني كلام كان بيطلع كده ان احمد الشيخ مش هيبقى موجود في قائمه افريقيه، بس كابتن حسام يعني كسر الجزئيه دي باختياره، لانه مش هم الناس من خلال الاعلام لا هيحددوا النادي الاهلي هيستفاد بمين. خلي بالك ان الكلام في الاعلام كتير جدا. المشكله ان هم فاهمين ان ده بيأثر على النادي الاهلي في قراراته او في الحاجات الفنيه. لا احنا يعني احنا بره القصه دي، مهما كان اللي بيحصل في الاعلام مش بيأثر على المدير الفني ولا بيأثر على الـ على الـ على, الـ على اداره النادي الاهلي كلها كمنظومه. الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي قليل قوي لما تلاقي الموضوع ده، ممكن يبقى له ردود افعال ثانيه في الانديه الثانيه، ولكن في الاهلي بيبقى الامور صعبه ما بتاخدش اعلاميا. يعني الموضوع كله بيبقى وجهه نظر فنيه، الكابتن حسام لو بياخد وجهه نظر بياخد وجهه نظره الفنيه اللي هو شايف ان هو دلوقتي محتاج ده ومش محتاج ده، مش عند مع الجمهور ولا بيعند مع حد، مش هيعند مع الجمهور او ميديا على حساب مصلحته. صحيح، هي بالظبط، هو عايز يكسب. صحيح، فهو شايف الفتره دي ان هو يكسب بالطريقه دي. صحيح. خليني اروح يعني التقرير عن ميركاتو الصيفي للنادي الاهلي السنه دي، ونرجع نكمل كلامنا عن اكيد اللاعبين المميزين اللي تم رجوعهم طبعا، ويمكن اكثريتهم من اولاد النادي الاهلي. هنتكلم مع كابتن سمير كمونه وتعليقه على هذه الظاهره ورجوع طبعا ولاد كتير. تقرير ونرجع نكمل كلامنا. صنع في الأهلي شعار ميركاتو القلعة الحمراء. رفع النادي الأهلي شعار عودة أبنائه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما تعاقد مع ثلاثة لاعبين من خريج قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وهم إسلام محارب وأيمن أشرف ثنائي سموحة وهشام محمد لاعب وسط مصر المقاصة. ورفع حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر شعار صنع في الأهلي في الميركاتو الحالي بعدما تمسك بالتعاقد مع هشام محمد نجم وسط فريق المقاصة والذي بدأ مشواره الكروي في النادي الأهلي قبل الرحيل إلى سموحة والشرطة والمقاصة. وعاد محارب لأحضان الأهلي بعد تجربة أكثر من رائعة مع سموحة، وخطف اللاعب الأضواء في مشاركاته الأولى بالبطولة العربية، وكان أيمن أشرف خير الختام بعدما وقع لمدة 5 مواسم بعد أكثر من 5 أعوام على رحيله عن الفريق الأحمر وذلك إلى سموحة والذي تألق من خلاله وانضم لمنتخب مصر. زي ما شفنا في تقريرنا مجموعه من اللاعبين بيعودوا ل يعني بيتهم تاني زي هشام محمد، اسلام محارب، ايمن اشرف. كابتن سمير، يعني ظاهره موجوده في الميركاتو الصيفي للنادي الاهلي رجوع ابنائه مره اخرى. طبعا هم بيادوا بشكل مميز جدا في الانديه اللي كانوا فيها، فبالتالي زي ما قال كابتن رضا في لعيبه بتفرض عليك انك تجيبهم، وممكن منهم طبعا ثلاثي ايمن اشرف ايمن واسلام محارب وهشام محمد، بالاضافه طبعا ل قوه وليد ازارو واحمد الشيخ لما تالق بشكل كبير مع نادي مصر المقاصة. هو طبعا هي لفته كويسه جدا او ذكاء من اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن التعاقدات، طبعا بقياده المهندس محمود طاهر طبعا رئيس النادي، ان هو بيبص بنظره المستقبل ان لعيبه النادي الاهلي زي هشام واسلام محارب وحسين السيد دول ابناء النادي الاهلي. في ناس كتير قوي عايز اوضح بس حاجه لجماهير النادي الاهلي، ان هم بيقولوا طب ما هم كانوا موجودين والاهلي ما استعانش بيهم. لما هم كانوا موجودين الاهلي ما استعانش بيهم، ما استعانش بيهم ليه؟ لان في خلال الفتره دي كان في جيلبرتو كان موجود وكان في سيد معوض، عشان كده حسين السيد ما كانش موجود، كان هم افضل منه الفتره دي. فلما طلعوه اعاره هنا سنه واثنين وثلاثه ابتدى يكتسب خبرات، ابتدوا يبصوا له بنظره المستقبل ان هو لعيب كويس ويقدر يفيد النادي الاهلي، جابوه تاني. نفس الشيء لهشام محمد ونفس الشيء لاسلام محارب. دي النقطه اللي انا عايز اوضحها بس، ودي سياسه طبعا النادي الاهلي بيتبعها،
كثره النجوم تبقى موجوده. انت عندك هشام محمد كان موجود من ابناء النادي الاهلي، كان لعيب كويس جدا لكن ما كانش ليه دور في النادي الاهلي وقت ما تالق من في خلال الناشئين، واخد بالك؟ فكان في حسام غالي، كان في حسام عاشور، كان في محمد شوقي. راح استحاذ الكابتن كمان لو بنفتكر، يعني فوزي حناوي النهارده راح الاتحاد السكندري، واحد من برضه من ابناء النادي الاهلي. ممكن فوزي حناوي كان معايا فرقه 97 السنه اللي فاتت، اكتسب خبره كبيره من بطوله الجمهوريه للشباب، وكان الكابتن حسام البدري بيستعين بيه في ماتشات الوديه وبعض المعسكرات الرسميه. يعني في نفس السياق تقريبا برضه، نفس السياق طبعا اللي احنا كنا بنتكلم فيه، بس عشان اوضح للناس كابتن النادي الاهلي بيعمل ايه. يعني بيطلع اللعيب اعاره، يعني زي ما نقول بلغه الكوره بينشف شويه وياخد خبرات ويلعب ماتشات دوري ممتاز ويحتك، وبعد كده في اتنين تلاته ممكن يبطلوا ويروح جايبهم تاني. ليه؟ ما هو كثره النجوم مع الشباب مش هيقدر النادي الاهلي يؤيد العناصر دي كلها. فالنهارده الكابتن هاني رمزي الحقيقه كان على تليفون معايا من اسبوع كده 10 ايام، كان بيسالني على فوزي حناوي وكام لعيب تاني. اديته الداتا بتاعته بكل امانه بصفه طبعا يعني شرف المهنه، وطبعا الكابتن هاني رمزي بالتوفيق ان شاء الله مع نادي الاتحاد. ابتدى يتكلم على فوزي الحناوي ان هو ياخده سنه على سبيل الاعاره لفرقه الاتحاد السكندري. طول لعيب كويس وان شاء الله يبقى ليه مستقبل، فتقريبا الصفقه تمت يعني وربنا يوفقه. ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، بالاضافه طبعا لكل الصفقات اللي النادي الاهلي تعاقد معاها السنه دي. يعني عايز اقول لك من الصفقات الناجحه، انا خايف انسى حد، ممكن كمان ايمن اشرف من اللعيبه ابناء النادي وتالق مع سموحه، والنادي الاهلي ابتدى يستعين بيه تاني من ناحيه الشمال او كظهير. ممكن يقف في قلب الدفاع كابتن ايمن؟ ما هو بيلعب بيلعب ناحيه كتنين. الشمال بتبقى يعني بيبقى عنده ميزه ان هو بيلعب برجله الشمال، بيلعب يعني بتتعمل زي جبهات كده، بيلعب ناحيه الشمال فترات كباك ليفت، وممكن يستعين بيه كمساك. ممكن يكون ده هو فكر كابتن حسام اللي خلاه يتاخر في شراء مساك في الفتره اللي فاتت، ويقدر ان هو يحط الشيخ وازار وهشام في القائمه الافريقيه، ان هو يقدر يستفيد رضا بايمن اشرف كمساك رابع مع رامي ربيعه وسعد سمير ونجيب. يعني مش للمباراه القادمه لان ايمن مش موجود. لا بعد كده لحين اشعار اخر ممكن بعد كده يعني يظهر حد اللعيبه السوريين اللي اتكلمنا فيها واللوائح والقوانين الكلام ده، او يشوف لعيب على مستوى حجازي او مستواه يكون متقارب، لان طبعا بالاسامي اللي احنا قلناها بالمساكين اللي موجوده في مصر بصراحه مش ما فيش مساك في مستوى حجازي او يقرب منه كمستوى، هيبقوا اقل. انما الثلاثه اللي موجودين في النادي الاهلي، سعد لعيب كويس جدا برضو لازم نديهم حقهم، ربيع، نجيب، عندك رامي ربيعه لعيب كويس، الثلاثه يعني عايز اقول لك بيكملوا بعض. انما الفتره اللي جايه او في المستقبل لا، لازم النادي الاهلي في المكان ده يجيب لعيب سوبر. صحيح استاذنك بس كابتن سمير، كابتن رضا يعني تليفون يعني جميل، انا بحب كابتن بقى.